فحضرتك بتقول انه ممكن نلجأ لجرعه جديده، ممكن وارد مش مستبعد. لا ما قلتش كده، ما قلتش كده، مش كده، لا انا قلت لبعض الفئات، لبعض الفئات، لبعض الفئات. انا معلش انا حريص معاك بدقه، الجرعه دي اللي هتتاخد كجوع نوع من الوقايه للفئات المستهدفه اللي قلت لحضرتك عنها. طيب هل التطعيم هل وارد؟ مع نفس الفئات، نفس الفئات. تطعيم عام، انا قلت لك تطعيم قومي او ماسف، لا مش مطلوب دلوقتي. فلو احنا بنتكلم نفس الفئات هي اللي بنتكلم على التطعيم بالنسبه لهم بالظبط، يبقى صغار او كبار. فحضرتك بشكل عام بتطمننا على الوضع في مصر حتى الان. سيادتك تعرف حد جاله حاجه مشكله؟ لا اعرف ناس، اعرف ناس تعبانين بقى لهم كام يوم يعني. ما ده عادي يا فندم، عادي يعني التكييف شغال ويطلعوا من التكييف السخن للبارد او العكس. فيعني لازم هيبقى في فئات عندها، لكن مش زي ايام الكورونا طبعا. لا مش زي ايام كورونا طبعا، ولا زي الانفلونزا اللي بيزيد شويه في الشتاء. صحيح، لكن بوجود بعض الحالات المصابه باي مرض في اي فتره ده وارد. مساله التكييف مع الوزير، تكييف والمراوح والدنيا حر وكده، تاثير ده على الناس ايه؟ او مساله الانتقال لو حد مصاب لا قدر الله. نقطه مهمه قوي. ايوه سيادتك، الواحد ما يبقاش قاعد في التكييف فتره طويله ويخرج فجاه للسخن قوي. او العكس، ما يجيش عرقان قوي وجسمه سخن وراح داخل على التكييف. الجهاز التنفسي بتاعنا لو قلت لسيادتك القدره، قدره الخالق سبحانه وتعالى على القوه الدفاعيه لهذا الجهاز، يعني حاجه ما حدش يقدر يعملها. عشان ياخد الهواء اللي داخل ويتاقلم ويشيل اي اتربه او مواد عالقه ما تخشش الجهاز التنفسي. لكن لما سيادتك الواحد بيخرج فجاه من البارد او للسخن او العكس، الجهاز ما بيلحقش يتاقلم، فممكن يجي له برد او زكام. قد تكون زكام وقد تكون برد، او خالط حد عنده برد او زكام. نعم. فالحاجات الوقائيه البسيطه قوي دي مهمه جدا وتقلل مخاطر الاصابه بامراض الجهاز التنفسي. طيب احنا كدوله ليس لدينا حاليا اي مشكله، لان احنا الحمد لله تجاوزنا كورونا بنقدر نقول كده بمنتهى الكفاءه، وقدرنا يعني نصنع بعض اللقاحات وكده في مصر. الوضع حقيقه مطمئن جدا. الدوله تعاملت كلها بكل حكمه وكل قدره وكل عطاء، سواء من القياده السياسيه السيد الرئيس او دوله رئيس مجلس الوزراء او الحكومه او فريق الاطباء الذي ابدع في التعامل مع هذه الازمه، وما زال في كل الوقت جاهز لاي احتياط او اي طوارئ. والحمد لله البنية التحتية قدرت تجهز، سواء البنية الوقائية أو العلاجية. عظيم. الأسبوع الماضي كان سيادة الرئيس عامل اجتماع، وسيادتك كنت حاضر هذا الاجتماع فيما يتعلق بالمدينة الطبية في عين شمس. إيه اللي بيتم في هذا المشروع الكبير؟ سيادة الرئيس أصدر توجيهاته وتوصياته، آلة العمل بتشتغل بكل دقة وسرعة للانتهاء من هذه المدينة الطبية الرائعة اللي هي تابعة لجامعة عين شمس. حضرتك يعني هي مجموعة كبيرة من المستشفيات، أكيد حضرتك عارف. غير مستشفى عين شمس التخصصي، هذه المدينة تمتد من كلية الطب في العباسية حتى الدمرداش، وهي فيها عدة مستشفيات ومراكز طبية علاجية وتشخيصية وبحثية رائعة عالمية. يعني يكفي أن أنا أقول لسيادتك أن هذه المظلة تحت هذه المدينة عندنا الأسرة للمرضى، تفتكر قد ايه حضرتك؟ 3500 شريك. نعم 3500 شريك.